مصر يمكن إمكانياتنا ماديا على الأقل خلال الكام سنة دول، طبعا سابقهم كانت المسألة مختلفة، لكن هرجع أقولك إحنا بنشتغل في كل حاجة. مصر بتشتغل في كل حاجة. يعني إيه بتشتغل في كل حاجة؟ يعني دايما أقولك كده، ما فيش حاجة ما تدقش فيها مسمار، كل حاجة بيتم العمل عليها بما فيها الرعاية الصحية، ده على سبيل المثال ولا الحصر. طيب الرئيس سبق وقال حاجة لطيفة جدا، قال علشان أقدر أتخطى العائق المادي بتاعي أن أنا أقدر أبني عدد ضخم من المستشفيات زي ما بنحلم، وأقدر أنه أنا قدر الاستطاعة أوفر كل الإمكانات المادية، سواء إذا كان للقطاع الطبي، هنا بتكلم على الدكاترة والتمريض وكل العاملين في هذا القطاع، وفي نفس الوقت أبني، وفي نفس الوقت أحط أجهزة، و و و أتغلب على ده بإيه؟ أتغلب على ده بالأفكار. فتعملت مبادرات صحية كثيرة وكلها بأمر الله سبحانه وتعالى، ده واحد، وتوفيقه في أنه نشتغلها مظبوط، الحمد لله بتنجح وبتحقق حاجات كبيرة. وزي ما كنا بنقول، هي كام يوم كده وهتلاقونا بنحتفل بأن مصر خالية من فيروس سي. طيب تعال نشوف وزارة الصحة اليومين دول بتعمل ايه. وزارة الصحة بتقول يا جماعة احنا بنطلق اول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية. حلو، ده كده بشكل عام احنا كان عندنا مبادرة متعلقة بالسيدات تحديدا. خلوني افهم اكتر من دكتور نيرفانا حسين، رئيس قسم علاج الاورام بكلية الطب جامعة حلوان، وهي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الاورام. اهلا بيك يا دكتور نيرفانا. اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ أنا بحكي كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام، الحمد لله. دكتور نيرفانا، عايز اعرف اكتر على هذه المبادرة وهنعمل فيها ايه وهتشتغل ازاي؟ هي المبادرة بتوجيهات رئاسية، وطبعا بدعم كبير من دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ان يبقى في مبادرة رئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. حلو. فالنهاردة بالفعل بدأنا انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أربع أنواع من الأورام. جميل. أورام الرئة، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم، سرطان البروستاتا، سرطان القولون. المطلوب من المواطنين او المبادره بتبدا بملء ان المواطن بيملى استبيان. الاستبيان ده بيبقى فيه اسئله، وبناء على الاسئله اللي موجوده دي بيتم اختيار المواطنين المستهدفين باجراء الفحص اللي بعد كده. سواء كان تحليل دلالات اورام، سواء كان تحليل براز، سواء كان اشعه مقطعيه، على حسب النتائج الاستبيان. معاك يا دكتور. وبناء على نتائج الاستبيان زي ما قلت لحضرتك بيتوجه الى الخطوه اللي بعديها. لو طلعت الخطوه اللي بعديها اللي هي تحليل دلالات الاورام البي اس اي او تحليل البراز او الاشعه المقطعيه او مسحه عنق الرحم فيهم مشكله، بيروح بعد كده للفحص الادق في مستشفى اكثر تخصص. لو تم بالفعل التشخيص بوجود اي نوع من انواع هذه السرطانات بيتم العرض على لجنه متعدده التخصصات لوضع الخطه العلاجيه. عظيم جدا. طيب انا متذكر يا دكتور حضرتك نورتينا وشرفتينا في فبراير، صح؟ بالزبط. تقريبا بالزبط. واتكلمنا على مساله مدى وعي الدوله بخطوره الاورام وما الى ذلك. والنهارده احنا بنتكلم على هذه المبادره ومراحلها الاولى وإزاي إن فيه اهتمام حقيقي بيها. طيب المبادرة دي احنا هنعمل الكشف المبكر وهيتعمل التشخيص إلى آخره. أنا هذهب إلى مسألة إنه العلاج وعلاج النوع ده من الأمراض باهظ الثمن، هنعمل إيه؟ صحيح. المبادرة هي اكتشاف مبكر وعلاج. فعلاج الأورام يعني مش بس اكتشاف مبكر، ده أنا بشتغل كمان على العلاج. بالظبط كده، دي توجيهات رئاسيه، لان المرض التكلفه عاليه ولان البروتوكولات بتتجدد يوميا. فزي ما قلت لحضرتك اللي بيتم تشخيصه بالفعل بيتم عرضه على لجنه متعدده التخصصات، وبناء عليه بيتم علاجه ضمن المبادره على نفقه الدوله تماما. طيب ده كويس خالص. لو افترضنا انه فلان الفلاني او فلانه الفلانيه لديها هذا المرض،
طب تعمل ايه علشان تبقى تحت مظله المبادره، او يعمل تروح ايه عشان تملى الاستبيان؟ لان في من الاسئله بتاعت الاستبيان اذا كان مشخص بالفعل فتتوجه الى اقرب وحده صحيه لملء الاستبيان، لان بناء عليه لو هي تم تشخيصها بالفعل بيتم توجيهها الى احد المراكز سواء التابعه لوزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه الاكثر تخصصيه للعلاج. طب هايل جدا. هل الموضوع بياخد وقت يا دكتور نيرفانا؟ المواطن اذا يعني الخطوه اللي وراها هو بيتسلم كارت للمبادره، بيبقى في المكان اللي بيتوجه فيه ويتوجه امتى؟ في لحظه الاستبيان. يعني ده سيستم، ده هي زي منصه الكترونيه يتم تحديد الوقت والميعاد في نفس الوقت اللي بيتملي فيه الاستبيان. والله دي حاجه عظيمه جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور بجد يعني على مساله السرعة الدقة إلى آخره، ونتمنى أنه زي ما رئيس قال لنا نحتفل في يوم من الأيام بخلو مصر من فيروس سي وهو يوم قريب زي ما قال فخامة الرئيس. أعلم جيدا أن ما فيش حاجة اسمها مكان يبقى خالي من الأورام السرطانية، لكن أن احنا نوصل إلى الحد الأدنى قدر الاستطاعة، وربنا يا رب يشفي ويعفي عن الجميع. كل الشكر دكتور نيرفانا حسين رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام. بعد شر على الجميع، لو في حاجة أرجوك توجه أو توجهي لملء الاستبيان علشان على طول نلحق وعلى طول بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الشفاء.